ازيك يا سمية؟ الحمد لله بخير، زي حضرتك يا مستر. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب يا مستر؟ أنا أنتظر بس برضه لغاية 7:05 الزمر يجوا، ماشي؟ تمام يا مستر.
السلام عليكم سميه. سميه انت الباوربوينت البي دي اف اللي بعدها ده بتاعك يعني انت اللي عاملاه؟ انا سالتك على الواتس وانت قلتي لي اه. ايوه يا مستر. طب رائع والله. ايوه يعني يا مستر. ولا واخداه سكرين من حاجه معينه؟ ازاي يعني؟ لا يعني انت اللي كاتباه على البرنامج اسمه كانفا. نعم هو بيبقى برنامج اسمه كانفا. ايوه كانفا انت عاملاه عليه هو يعني؟ ايوه هو بيبقى في قوالب جاهزه، قوالب يعني للتصميم. أيوة. جاهزه وصدر دي بي دي اف صح؟ ايوه وكتبت الكلام اللي انا عاوزاه وحطيت الصور. لا بس كويس حلو على فكره، احتفظي بيه بقى يعني ليكي يعني حاجه تكون كويسه ليكي كده ان انت عملتي حاجه في يوم من الايام زي كده. تمام مستر، شكرا جدا لحضرتك. انا قريته كويس، برافو عليك. طيب كده واربع دقايق نبدا ان شاء الله، بس اديني لحظه. هنبدأ لأن جات وخمسة خلاص، وده حقك عليا إن أنا أبدأ خلاص. بسم الله. الشاشة بتاعتي كده ظهرت لك؟ أيوة يا مستر ظهر لك كده. طيب يلا نبدأ كده بسم الله. النهاردة هنتكلم عن الراجل ده، تعالي كده نشوفه مين هو الراجل ده. يلا بسم الله. في علاج مرض السرطان. حول مسار حياته من مدرس إلى أول عالم فيزيائي مصري وعربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا باستخدام مركبات الذهب الدقيقة في علاج مرض السرطان. الدكتور مصطفى السيد الذي حل لغز المرض القاتل محير العلماء لقرون عديدة. تخرج الدكتور مصطفى السيد في كلية العلوم بجامعة عين شمس عام 1953، وكان ترتيبه الأول على الدفعة. سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة دراسية واستقر فيها حتى اليوم، لكن صلته لم تنقطع قط بوطنه مصر حتى كرم من جامعته قبل يومين ومنح الدكتوراه الفخرية. كانوا بيجيبوا لنا بقى أساتذة، أحسن الأساتذة من جامعة القاهرة ومن جامعة اسكندرية، كانوا بييجوا يدرسونا. يعني الدراسة اللي خدناها لا يمكن واحد في أي بلد في العالم كله ياخد الدراسة اللي احنا خدناها. ولد الدكتور مصطفى السيد في مدينة زفتة بمحافظة الغربية لأب كان يعمل مدرسا للرياضيات، وانتقل معه إلى القاهرة والتحق بأكاديمية المعلمين العليا التي تحولت إلى كلية العلوم جامعة عين شمس. وبعد قراءته لإعلان صغير عن طلب أستاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية قرر الهجرة، ولم يستطع العودة مرة أخرى إلى مصر فتزوج من أمريكية واستقر هناك. إصابة زوجة الدكتور مصطفى السيد بسرطان الثدي ووفاتها كانت هي النقطة التي أسهمت في تحويل مسار حياته العلمية، فتمكن من اكتشاف علاج لأمراض السرطان في معمله ديناميكيات الليزر بمعاونة 70 باحثا للدكتوراه وتطبيقها على حيوانات التجارب بالاستفادة من أبحاثه التي توصلت إلى فعالية نانو ذهب في علاج السرطان. تركزت أبحاث الدكتور مصطفى السيد حول استخدام تقنية النانو تكنولوجي في مجال الطب وبخاصة في أبحاث السرطان، وبمشاركة نجل الدكتور أيمن أستاذ جراحة العنق والرأس
بمركز السرطان بجامعة كاليفورنيا، فقد توصل إلى جزيئات الذهب النانوية تساعد في اكتشاف الخلايا السرطانية، وعند تسخينها يمكنها تدمير تلك الخلايا. انتخب السيد عضواً بالأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة عام 1980، وتولى على مدى 24 عاماً رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء الطبيعية، وهي من أهم المجلات العلمية في العالم، كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم عام 1990، وكثير من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات العلوم الأمريكية المختلفة. مصطفى A. Al-Sayed. حصل العالم المصري الدكتور مصطفى السيد على أرفع وسام علمي أمريكي في مجال الكيمياء لعام 2007، وتسلمه في حفل أقيم في البيت الأبيض في شهر سبتمبر 2008، وتسلم الميدالية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكرم ضمن عدد من العلماء قدموا نحو 100 ابتكار، كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في يناير عام 2009. العالم الدكتور مصطفى السيد لا يضع للمصادفة وزنا في إنجازه، لأنه يؤمن بقيمة العمل الدؤوب، والذي لولاه ما كان له أن يصل إلى هذه المكانة العلمية. كريم شيخ، جملة مفيدة. أيوة يا سمي. أيوة يا مستر. إيه رأيك؟ مين ده؟ مصطفى السيد العالم الدكتور. طب تفتكري أنا جايبه ليه؟ هو شخصية مهمة جدا. إحنا كنا بنتكلم عن اختراعات عربية، واتكلمنا عن علماء العرب القدامى، صح؟ يا مستر. زي الريحاني وأبو بكر الرازي وعباس بن فرناس في الطيران، والبيروني والزهراوي، صح؟ إذن إحنا لازال عندنا امتداد للعلماء، ابن سينا، عندنا امتداد للعلماء العظماء، ولكن قليلين قوي بالنسبة للحضارة القديمة. يعني كل كام سنة بيطلع لنا واحد وبيروح أمريكا ويبهر العالم كله، سواء في أمريكا أو في إنجلترا. ولكن أنا حزين لحاجة واحدة، تعرفي يا سمية، إن دول لو المفروض يعني ينبغ ابتكارهم واختراعاتهم في دولهم، يعني في الدول العربية زي مصر وزي المغرب وزي السعودية، يعني العلماء دول ليه بيطلعوا بره؟ فاهمة أقصد إيه يا سمية؟ يا مستر. يعني ليه ما يكونش عندنا هنا معامل بحثية على أعلى مستويات للبحث العلمي والكلام ده كله، عشان نطلع ويبقى عندنا علماء تأثر بالشكل ده. طب نكمل كده مع مصطفى السيد ونشوف فيديو تاني ليه بيقول لنا إيه. هو بيحكي بقى بنفسه، هنشوف بيقول لنا إيه. بيخدها عدد قليل جدا في الولايات المتحدة، وتبقى مصطفى، كنت تتخيل وانت طالب في كلية علوم انك في يوم هتمشي ويبقى على صدرك قلادة العلوم اللي بيخدها عدد قليل جدا في الولايات المتحدة، وتبقى اول مصري عربي بل الوحيد اللي يحصل عليها؟ بعد احمد ربنا على هذا طبعا. لا ما كنتش طبعا، لا يمكن، بس يعني هو طب كنت شايف نفسك هتبقى ايه؟ يعني اقصى حاجة كنت شايفها وانت في كلية علوم انك تبقى ايه؟ اقول لحضرتك ان اتكلمنا افتكر زمان وعلى ده، انا ما قدرتش احصل على مجموعه كليه الطب. عائلتي قالت عيد السنه، اكيد السنه الجايه تعمل المجموع وتخش كليه الطب. فبعدين في نفس الوقت انا كنت بحب الكيمياء، وكنت بحب يعني اقول مدرس كيمياء مش بطال يعني كويس. وكان في معهد المعلمين العليا اللي هو لو اخشه بالمجموع بتاعي كانوا حتى بيدوني طبعا ايكونوميك كل شهر كده علشان يشجعوا، بيدك مصروف يعني، مصروف يشجعوا الناس اللي بيحبوا العلم. يعني معهد عشان تبقى مدرس كيمياء، مدرس كيمياء واربع سنوات، واطلع على طول تتعين على طول افضل بعد الاربع. اول ما دخلنا هناك بصيت لقيت الطلبه مش داخلين المدرجات. ايه يا اخوانا في ايه؟ كليه العلوم في جامعة القاهرة بتاخد نفس كمية العلوم اللي احنا بناخدها وبيدوهم بكالوريوس، احنا بناخد نفس الكمية بيدونا دبلومة.
عايزين نغير الشهاده بتاعتنا من دبلومه لبكالوريوس. يعني انت اصلا اللي دخلته ده عشان تبقى مدرس كيمياء ده ما كانش بيدي بكالوريوس، كان لا بيدي دبلوم بس. بدون دبلومه. يعني معهد متوسط. دبلومه للعلوم يعني. ف رحت لقيت مفيش طلبه موجودين في المعهد. لا وقاعدين بره بسال فقالوا. وبعدين قعدوا اسبوعين تقريبا، وبعدين كان المفروض قاعدين معتصمين. طه حسين كان وزير التعليم في هذا الوقت، فجي اتكلم معاه وكده. وبعدين في هذا الوقت صمم ان ياخد كل المعاهد العليا في القاهره ويعملها جامعه عين شمس. يعني انتوا اول دفعه لجامعه عين شمس. اول دفعه عين شمس، وبدانا عين شمس. بقيت بقى كليه العلوم من ساعتها بقى. طبعا. ويعني وجابوا لنا احسن اساتذه من جامعه القاهره، وبعض ساعات من جامعه اسكندريه كانوا بيجوا يدرسونا، لان ما كانش عندنا اساتذه لسه. فتعلمنا تعليم كويس جدا. ومش بس كده، بعد سنه ثانيه خدوا الثلاثه الاوائل اللي انا كنت واحد منهم، وقعدنا خدنا سبيشال. كانوا الاساتذه بيجوا يدرسونا احنا الثلاثه بس كده، يعني تعليم لا يمكن احسن من كده. شافوا فيكم ايه بقى الثلاثه دول؟ والله اهتمام. لا يعني انا عايزاك تتخلص شويه من التواضع عشان تبقى مراعي، عشان تحكي لنا يعني مستر الصوت بيقطع. سمية؟ ايوه يا مستر. سمية الصوت كان قطع خالص.
لا مش الصوت بس، ده كمان عندي مشكلة، بس انا هعرض من الموبايل عندي، من الموبايل عندي. بس لحظة واحدة اديني لحظة يا سمية، لان عندي تمام. مشكلة. لحظة واحدة احنا مع بعض. طيب لحظة واحدة. سمية الموبايل عندي ظهر ليكي؟ يا مستر ظهرت. طيب لحظه واحده بس، هبتدي بقى اجيب الباوربوينت تاني واجيبه من هنا. معلش كده ظهر عندك؟ يا مستر ظاهر. طب ايه اللي ظاهر لك دلوقتي؟ باوربوينت البرنامج. لحظه بقى اجيبه، معلش اديني لحظه. ايوه اهو. بدأ يظهر لك، ظهر لك الباوربوينت؟ يا مستر ظهر. طيب لحظة بس نجيب بقى الفيديو اللي أنا كنت مشغله. رجع اهو اللاب اشتغل الحمد لله. الحمد معلش لله. خلينا برضو هنا الحمد لله. كده أنا تعبان من اللاب. لحظة بس. تمام. معلش ربنا يسهل بقى ويقدر يستمر. احنا وقفنا هنا شويه، خدوا بالك انا رجعت تاني. الشاشه بقت سودة. سودة؟ مش ظاهره. لحظه بس. كده ظهرت؟ ظهرت كده يا سميه؟ لا يا مستر برضك هو مظهر لي كده يعني شاشة فاضية بس كده. طب لحظة بس معلش أنا آسف طبعا. أعمل إعادة. هو كان الأول شغال يا مستر بس دلوقتي معرفش أعمل كده. كده ظهر؟ دلوقتي أيوه. أيوه كده تمام. يلا نكمل مع بعض. معلش من التواضع الجمل اللي عندك، مش عشان تبقى مرة، عشان بس تحكي لنا يعني. لا مش حظ، ما هم لما ينقوا ثلاثة من الكلية أكيد في اسباب. جايز هما في انهم عايزين عايزين معيدين، فبيعلمونا نبقى معيدين تقريبا يعني. فيعني كلها كان حظ مفيش كلام طبعا. وفعلا اتعينت معيد مع الله يرحمه دكتور علي الاطرش، كان صديق تمام. وبعدين ايه بقى بعدها بثلاث شهور، بعدها بثلاث شهور كنت انا كنت راح ازور صديق ليا، وكنا دايما يوم الخميس طبعا زي الشباب اليومين دول كنا نخرج من شارع عماد الدين نروح سينما او حاجه. فكنت اخده الساعه 6. فالعاده اللطيفه بتاعتنا 6 ديت يعني 7 8 7 ونص. فوجدته مش لابس ولا اي حاجه، قال لي تعالى اقعد في الصالون هنا والبس هتاخدني وقت بسيط جدا. فالصالون كان فيه ايه؟ الاهرام. انا دايما ما بقراش انا الجرايد، بس هعمل ايه؟ فاخد الاهرام وتفتحهم، وجدت ان استاذ امريكي يقدم لطالبين مصريين
اللي خدهم 4 سنوات كيمياء، 3 سنوات فيزياء، 2 سنين رياضة، منحتين للمصريين دول. فقلت له اقدر اخد ال قال لي خد خد. ففعلا ودي كانت اول مره تقرا جورنال في حياتك. اول مره اعرف ان في حتى منحات لبره. فيعني سبحانه وتعالى ما فيش كلام. كله حظ. لا انا مش هسالك على الجورنال، انا هسالك صاحبك ده حصل فيه بقى، ده كانت معاك في الكليه؟ خدت انا وقدمت فيه واديته برضك علي صديقي ده اللي هو كان معيد معايا، وهو راخر قدم، احنا الاثنين قبلنا فروحنا امريكا. انت وصاحبك اخدتوا المنحه للاستاذ؟ كل واحد خد منحه يدرس مع هذا الاستاذ. غالبا العدد ده ما حدش في مصر كله وراه غير انت وصاحبك. يعني بقى حظنا ان انا شفته، علشان صديقي ده كان متاخر الحمد لله. يعني لو كان فعلا موجود في نفس الوقت ونزلنا يمكن ما كنتش انا قاعد هنا. طب الحمد لله صحيح. الحمد لله. تمام يا سمية شفت الصدفة؟ شفت الصدفة لعبت في دور في حياته ازاي؟ خدت بالك اول مرة يقرا جورنال اصلا؟ وراح البعثة ازاي صدفة؟ راح لزميله لما اتأخر عليه لقاه مش لابس فبيقرا الجورنال. يعني شوفي سبحان الله ربنا ليه اقدار. طب تعالي نشوف بقى هو قال ايه تاني عن نفسه. مشروعك الكبير الان ان حضرتك زي ما ذكرت، يعني نعود الى العلم وتطبيقه، وده مشروعك الكبير الان. مشروعك الكبير الان ان حضرتك زي ما ذكرت في الفقره السابقه، عكفت اكثر من 30 سنه على العلم في ذاته، وصلت الى نتائج مهمه علميه احنا مش هنفهمها لكن نسمع عنها، اللي هي النانو تكنولوجي، وبدات بعد 30 سنه او اكثر في تطبيقها على الناس بما يفيدهم. واخترت تحديدا محاوله علاج بعض انواع السرطان عبر هذه التقنيه. طبعا احنا قرينا حاجات كتير انه حضرتك كان الدافع الرئيسي لحضرتك هو وفاه مرحومه زوجتك بهذا المرض. هل انت اكتشفت اهميه علاج السرطان او تطبيق العلم اللي انت اتعلمته في هذا المجال في اللحظه دي، ولا كان في مقدمات لده؟ اللي وجدناه يعني مش فاهم. انت ليه اخترت يعني لحظه وفاه المرحومه الزوجه هي دي اللي قررت مجال التطبيق ان يبقى علاج السرطان، ولا كان في مقدمات اخرى انك انت رحت للمرض ده؟ لا، هي زوجتي طبعا كان لها اثر كبير عندي طبعا، ولكن التطبيقات بتاع النانو تكنولوجي والحاجات ديت عملناها في حاجات كتير، ولكن اتركزت اكتر لما زوجتي جالها المرض ده، فابتدت اقرا على المرض نفسه وازاي الـ 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 الحاجات الصغيره ديت تاثر على تتخلص من هذا المرض. قلت المرض باعتبارك عالم كيمياء وفيزياء ولا عالم طب؟ لا، هي الاثنين. هي بتستخدم انت الكيمياء علشان لها تاثير في الطب يتخلص من حاجه. علشان يعني هي الكيمياء هي اللي بتديني الجزيئات، وانا عايز الجزيئات اللي اتاك الخلايا الوحشه دي تتخلص منها، هي المرض نفسه. طب المشروع ده مشروع اللي هو علاج بعض انواع السرطان بالنانوز او الخلايا الذهب زي ما بيتقال. يعني لو مشاهد عايز يفهمه ببساطه، مشاهد عادي طبيعي زي حالاتي كده ملوش في الكيمياء ولا في الفيزياء، عايز يفهم ايه الموضوع، لانه هناك حضرتك عارف طبعا ناس بتتكلم باشياء فيها تفاؤل شديد جدا. لا لا لا، وناس بتتكلم فيها تواضع كتير. لا، ده سهل جدا. اي مرض بيبقى الخلايا اللي فيه اتغيرت، ده المرض هو المرض السرطانيه بيغير في تركيب الخليه. لو انت تتخلص من هذه الخلايا راح المرض. الخلايا نفسها، الخلايا الوحشه دي، الوحشه يعني يتم تدميرها بالظبط. طب ايه بقى الذهب وايه النانوز بيعمل ايه؟ سهل جدا. اي خليه تسخنها لدرجه اعلى من 40 ديجريز سنتيجريد بتسيح. 40 درجه مئويه بتسيح. 40 ده اللي هي، طب ما 40 درجه الخليه دي يعني مجموعه الخلايا، لو في شيء جلدي مثلا عندك مجموعه هنا وفيها مرض هتلاقي
كببت كده ليه؟ لأن الخلايا حجمها مختلف وعددها كتر، الخلايا نفسها بتتغير. واخد بالك؟ لو أنت تعمل حاجة تتخلص من هذه الخلايا تخلص من المرض. إيه الحاجة دي بقى اللي عملها الدكتور مصطفى السيد أو بيحاول يعملها؟ سهلة جدا، سهلة جدا. أنا عايز أدخل شيء هنا بحيث إن لما أعرضه للضوء بيسخن، السخونية بتسيح أي خلايا، أي خلايا سخونية محتملة للجسم للإنسان، يبقى تكون في الجسم 40، في الجسم 40 درجة. 40 درجة خلاص ساحل، خلاص تسيح الخلايا الوحشة ديت خلاص. طب الذهب ايه علاقته بقى بالموضوع ده؟ وجدنا يا سيدي ان قطع الذهب اللطيفه ديت ملهاش اي تفاعل كيميائي، الكيمياء مش بتاعتها، ولكن يعني لا تتفاعل مع حاجات تانية موجوده في جسم البني ادم. كل اللي عايزين نعمله ان بتعريض الضوء لها بتسخن اوكي، وبترفع درجه الحراره الحته ديت الدرجه ال 40 ديجريز اللي هي بتسيح الخلايا الوحشه اللي في الحته دي. كل اللي عملناه ما فيش يعني علم جامد او ولا حاجه. والذهب اختياره عشان هو ما بيتفاعلش مع العناصر الاخرى فقط ولا يشمع كل اللي بنعمله ان بنعمل قطع الذهب الصغيره نانو تكنولوجي، احنا بنتكلم نانو تكنولوجي نانو ميديسن وهي صغيره جدا بنقدر نعملها بحيث انها مستطيله شويه ونعملها بمحلول ونحط المحلول ده في الحته اللي في الورم اللي هو سرطان هنا وهنا وهنا وهنا، نملاها بالسوليوشن محلول فيه الحتت المستطيله دي صغيره صغيره جدا مستطيله من الذهب. اشمعنى الذهب يا دكتور؟ نعم. طب ليه مش الفضه؟ خليك معايا. تمام حضرتك. دخلوا حته مليانه دلوقتي محلول من قطع الذهب الصغيره ديت اللي هي مستطيله لانها بتمتص الضوء تحت الاحمر، اللي هي تحت الاحمر ده الضوء اللي بيخش في جسمنا لجوه لجوه. فانا لما ادخل الحتت المستطيله ديت بتاعت الذهب ديت في كل الحتت اللي فيها الخلايا الوحشه ديت بتاعت السرطان وبعدين اعرض ده لضوء تحت الاحمر تمتصه، مش عالي جدا 40 ديجريز سنتيجريد، وتسيح كل الحته اللي دي كل الخلايا اللي جنبها في الحته دي اللي هي خلايا سرطانيه بتسيح. طب الخلايا العاديه اللي ما فيهاش سرطان؟ هيبقى في شويه خلايا عاديه بس ده بقى سرطان ده مكان يعني معظمها خلايا سرطانيه وشويه خلايا عاديه وشويه مش حكايه فدي هتسيح برضه مش حكايه بس هتسيح كل الخلايا اللي في الحته ديت بس معظمها الخلايا السرطانيه راح السرطان. طب ليه الذهب برضه؟ نعم. ليه الذهب مش اي معدن تاني؟ لان الذهب لا يتفاعل باي حاجه تانية، ده السبب. هو بيسخن والسخونيه بتخلص من الخلايا ديت ومش عايزين نعمل اي حاجه. الذهب نفسه الدم بياخده ويحطه في الكلى والحتتين الضخام دولت وما بتفاعلش، الدم ما بتفاعلش فمش هيأذي الجسم فبيقعد لغايه ما الشخص يموت وياخده معاه ما يحصلش ولا اي حاجه تحصل. طيب خدت بالك يا سمية من نانو؟ اه يا مستر. خدت بالك هو بيعالج ازاي؟ خدت بالك هو حكى البحث بتاعه قائم على ايه اصلا؟ عن علاج السرطان بالذهب. بالظبط بالظبط. طيب تعالي بقى احنا هنتكلم عن عالم من ذهب. هو الدرس بتاعنا النهارده اسمه كده عالم من ذهب. يلا نشوف الدرس بيقول ايه. يلا اقري يا سمية. ولقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعطيها الناس لهما، فمنهم من يعني بالتختم والزينة بهما، وقديما عنا الشعراء بالرونق والبريق، ولكن عندما يستخدمان في شفاء مرضى السرطان فكيف تقدر قيمتهما؟ ولم ينسى مصطفى السيد وطنه، بل إنه يعمل على أن يفيد مرضى السرطان في مصر من اختراعه، وعلى هذا ستستفيد مصر وأمريكا والعالم كله من جهود هذا العالم المصري العظيم. تمام. إذن العالم كله استفاد من هذا الاختراع ومن اللي عمله الدكتور مصطفى السيد. طيب
ما تحتوي خط له معنى أو مضاد بالدرس وضحيهما. ماشي؟ اللي تحته خط كده دي معنى بالدرس. إن عملي الدؤوب يمنحني التمييز. معنى الدؤوب. إيه الجملة مرة ثانية؟ إن عملي، إن عملي الدؤوب يمنحني التمييز. الدؤوب معناها إيه؟ مشهور؟ لأ، الدؤوب، ركزي في الجملة. الجميل أو إيه؟ لأ. الجميل؟ لأ. مش عارفة. المستمر. المستمر. ماشي، إن عملي الدؤوب المستمر بالجد والاجتهاد. تمام يا مستر. طيب، الحياة حافلة بآيات الله سبحانه وتعالى، ما معنى حافلة؟ ممتلئة. ممتلئة. إن العرب لهم اختراعات جليلة، ما معنى جليلة؟ عظيمة. عكسها. عكسها سيئة. سيئة؟ لا، حقيرة. العظمة عكسها الحقارة. الذهب له رونق جذاب، ما معنى رونق؟ بريق. بريق، برافو عليكي. طيب تعالي نتكلم لسه. منع الشرطي الجريمة، ما معنى، ما مضاد منع؟ مضاد منع. ترك أو خلاه. سمح يعني. مضاد منع. أيوة. سمح. ماشي معايا ولا إيه؟ أيوة يا مستر. مع حضرتك. طيب، الطماع يهتم بالمال وكنزه، ما عكس يهتم؟ يهمل. برافو. الجهل يضر بنا، ما عكس يضر؟ ينفع. يتذكر الإنسان ما له ولا يتذكر ما عليه، ما عكس يتذكر؟ ينسى. كويس. هنا أنا كنت عامل مايكروسوفت فورم بس مش هبعته عشان المرة اللي فاتت ما وصلكوش. بيقول لي إيه؟ لم يهتم العالم المصري المولد والنشأة بجمال الذهب والفضة ورونقها، كما لم تفتح شهيته قيمتها العالية للكنز والحياة، ولكن اكمل العبارة مختصرا سيرته ثم اذكر اسمه. طبعا احنا عارفين اسمه ايه؟ مصطفى السيد. مصطفى السيد. طب يلا كملي لي كده، تقولي ايه بعد كده؟ ولكن هو ما شدوش جمال الذهب ولا الفضة ولا الرونق بتاعهم، ولا اتفتحت شهيته للقيمة العالية لان هما كنز، وللحيازة ان هو يحزهم. ولكن يلا قول لي هو عمل ايه؟ كمل لي بقى القصة في سطرين، في جملتين، في بل ثلاثة. بل كان يبحث عن علاج لمرض السرطان باستخدام الذهب والفضة بتخصية النانو. طيب. وهو ابتدأ عمله بسبب وفاة زوجته بهذا المرض. تمام. ها؟ ودرس بجامعة عين شمس. أيوة. وكان من أوائل الدفعة. تمام. وهو أول عالم مصري أو عربي كمان أخذ الميدالية في الولايات المتحدة. صح، من رئيس الولايات المتحدة. صح. طيب نكمل مع بعض. هات من القطع السابقة الأفعال واذكر. خدي بالك، هنذكر نوعها وبعدين نحولها للماضي، نردها لأصلها ونلاحظ إيه القطعة دي. يلا نجيب الأفعال مع بعض. أول فعل أعطى. أعطى ده فعل ماضي، ماضي. صح. طب عايزين الأصل. أيوه. أصله إيه؟ عطى. عطى، صح. كم حرف؟ ثلاث أحرف. ممكن نشيل حرف تاني يعني
عطا ممكن نزيد حرف تاني؟ لا هو ده اخره. ده اخره يبقى ده مجرد، مجرد ثلاثي يبقى مجرد ايه؟ ثلاثي. حلو جدا. طيب يعطيها خلاص احنا قلناه صح كده، قيمة اعلى مما يعطيها الناس له، فمنهم من يعنى يعني. يعنى ده مضارع ولا ماضي ولا امر؟ مضارع. طب نجيب الماضي. عنى. عنى او عنيا. ماشي. ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا سداسي؟ ثلاثي. ثلاثي مجرد برضو صح كده؟ ثلاثي مجرد لان ياء المضارعه لا تعتبر حرف زياده، ياء المضارعه لا تعتبر حرف ايه؟ مزيد. تمام. نعم معايا ولا ايه؟ يستخدمين. يستخدمين. يا مستر، ما حضرتك. يستخدمين. طب الفعل الماضي المجرد بتاعه خالص من غير اي حروف زياده ايه؟ خدمة. صح. طيب برافو عليك. عندنا الياء المضارعه ما بتتحسبش، يبقى هنستبدلها بالف، يبقى الف س ت، يبقى مزيد ايه؟ ثلاثي. مزيد ايه؟ ثلاثي. طب احنا ليه ما حطناش الف الاثنين والنون ديت برضو؟ لان ده ضمير متصل، الف الاثنين ضمير متصل، فما ينفعش يكون حروف زياده. يبقى خدنا حاجتين، حرف المضارعه ما ينفعش يكون حرف مزيد، الضمائر المتصله ما تنفعش تكون حرف مزيد، صح ولا لا؟ تمام يا مستر. يبقى ده مزيد ثلاثي بثلاثه احرف. مزيد ثلاثي بثلاثه احرف. ايه هم الثلاثه؟ الياء دي هنعملها الالف، يبقى لان احنا دايما شغالين على المضارع، على الماضي، الماضي هو الاساس بتاعنا، يبقى استخدم الالف والسين والتاء هي حروف الزياده. فكيف تقدر؟ تقدر ده فعل ايه؟ تقدر. مضارع. طب عايزين الماضي بتاعه. قدر ولا قدر من غير الشده؟ لا قدر. قدر ده الاساس بتاعه اللي هو وزنه فعل يعني. ها انت صح. قدر ده فعل رباعي. ايوه فعل رباعي مجرد. فعل رباعي ايه؟ مجرد بتضعيف الدال. طب تمام. ينس نجيب الماضي كده. نسى. ناسيه ده مجرد ولا مزيد؟ مجرد. صح علشان ياء المضارعه لا تحسب حرف زياده. يعمل ده مجرد ولا مزيد؟ انا هسال بقى على طول، انت بقى رجعي ايه وشوفي هتعملي ايه. ها مجرد. مجرد ثلاثي. تقولي لي نوعه ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا سداسي؟ ها ثلاثي. ماشي ماشي. يفيد. فاده. لا قولي لي مجرد ولا مزيد. مجرد. مجرد ثلاثي صح كده. طيب ستستفيد ده مجرد ولا مزيد؟ ستستفيد. مزيد. مزيد عشان السين. بالظبط مزيد ثلاثي، وفي تاء مضارع لا تحسب، والباقي هيتحسب الف سين تاء اللي هو الثلاثي. صح مزيد ثلاثي بثلاثه احرف كده. تقريبا القطعه ما فيهاش حاجه تاني. طب انا هقول لك شويه افعال كده. ترعرع ده فعل رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي؟ ترعرع. ترعرع. خماسي. لا رعرع ده رباعي. رباعي بنقول ايه؟ مضاعف بتكرار حروف. هنحذف التاء. رعرع. ايوه ما احنا هنشيل التاء. تمام يا مستر. زي ايه؟ هقول لك مثال. زي زلزله. زلزله ده رباعي مجرد. رباعي. مجرد. دحرجه رباعي مجرد. عندك بقى اطمئن ده خماسي. ده خماسي مجرد. ماشي. تمام. يبقى انا عندي المجرد ده ممكن يكون ثلاثي او رباعي وخماسي. هو واحد بس اللي خماسي. السداسي دايما دايما مزيد،
دايما ايه؟ مزيد. طب هقول واحد تاني وانت تقولي لي مادة، ده مجرد ولا مزيد؟ مادة. ايه الفعل مرة ثانية؟ مادة. مادة؟ ثلاثي. ايوه مزيد. بس بنسميه ايه بقى؟ علشان ايوه ضعف. في حرف مشدد اللي هو المضاعف الدال، ده ثلاثي مجرد او مضاعف؟ مجرد ثلاثي. كويس جدا، برافو عليكي. تعالى هنشوف كده اللعبة دي مع بعض. هي فين راحت فين؟ طيب خليني اجيب دي تاني اهو. ايوه هنلعب اللعبة دي مع بعض. دايما انا بقول تعلم العب اعرف افهم من خلال الالعاب. يلا حطينا النهارده في البطاقات عامل ايه يا سمية؟ مرادفها خالية من الحياة. ميتة؟ لا ركزي. ازاي خالية من الحياة؟ البرية. البرية حياة برية يعني حياة خالية من الحياة، يعني ما فيهاش حياة، زي الصحراء، حياة نادرة جدا لما تلاقي فيها حياة، تمام؟ أو زراعات أو حيوانات إلا النادر جدا، فبنسميها الحياة البرية. حياة إيه؟ برية. برية. إيه مرادف الصورة دي؟ صاحة. أيوة، أو أعلنة أو أزاعة. برافو عليك، صاحة أعلنة أزاعة، برافو عليك. اشتدت الحياة، نقط تمييز ونوع. حط تمييز هنا ونوع. الأم هنا بتضرب الطفل أو الست بتضرب الطفل، تبقى اشتدت الحياة. ملحوظ. نقول ملحوظ. إيه طيب؟ علشان ما فيش أعداد أو أي حاجة. أيوة، تبقى اشتدت الحياة إيه؟ شايفة الصورة هي بتعمل إيه؟ بتضرب الولد. طوبة. لا ده بتضرب الولد الصغنون الطفل، بصي بتضربه ازاي. طب نوصف الست دي بايه؟ عنيفه. عنيفه ولا قاسيه؟ الاثنين صح. قاسيه. قاسيه. يبقى اشتدت الحياه ايه؟ عنفا او قسوه، صح كده؟ معايا يا سميه ولا ايه؟ يا مستر مع حضرتك. يبقى اشتدت الحياة قسوة. ركزي علشان ابتديت اغير اسلوب الاسئلة. ركزي. عدد نوعه، عد ونوعه حوله للعكس. يعني انا عندي دلوقتي الاعداد دي نوعها ايه كلها ما عدا الصفر، واحد اتنين تلاتة اربعة، كلها اعداد ايه؟ مفردة ما عدا الواحد والاثنين. لا ما هو الواحد والاثنين مفردة برضو، اعداد مفردة من واحد لتسعة لعشرة، من واحد لعشرة. طب عايزين نحوله لنوع تاني من الأرقام. نعم نعم. بس مش هو الواحد والاثنين على حسب الكلمة، لو هي مؤنث يبقى مؤنث. أنا بتكلم على النوع، العدد نوعه إيه؟ نوعه من واحد لعشرة مفرد، من واحد لعشرة إيه؟ مفرد. مفرد. إنما لما بنتكلم عن التمييز نقول لا هما ما لهمش تمييز وبيعربوا نعت، صح كده؟ الواحد والاثنين. تمام. كويس، عايزين بقى نحولهم لنوع تاني من الأعداد، يعني الواحد ده نحوله لنوع تاني من الاعداد، نقول العدد كام؟ 11. يبقى عدد ايه هنا؟ مركب، برافو عليكي. هختار انا واحد تاني، الثمانية. عايزينها بقى نوع غير المركب. 18. ما هو مركب، لا انا عايز حاجة غير المركب. غير المركب 28. بقى معطوف، برافو عليكي. التسعين عايزينها عدد تاني بقى غير المفرد وغير المركب وغير المعطوف. 90 بقى ألفاظ عقود، برافو عليك. بيقول لي هنا إيه؟ هذا عدد المركب فقط وحطه في جملة. أنت هتختاري واحد بس وتحطيه في جملة، العدد المركب واحد بس منهم وتحطه لي في جملة، يلا. 16. حطيه في جملة بقى. اشتريت 16 كتاباً. كتاباً، برافو عليكي، علشان الكتاب مظبوط، برافو. من هو؟ مين ده؟ عباس بن فرناس. برافو عليكي. انا اكثر منك ايه؟ الصوره بتقول اكثر مالا. مالا نوعه ايه؟ ملحوظ. برافو عليكي شاطره. نجح هو وفريقه في ايه؟ في العلوم.
وايه ان هو يقضي على مرض السرطان بالايه؟ بالنانو تكنولوجي او الذهب. بالنانو. اسمه ايه بقى الراجل ده اللي في الصوره؟ مصطفى السيد. برافو عليك. مرادفها شجر العنب. في مرادف ليها ازاي؟ ها خدناها ما خدناها في درس بتاع النصوص. ها اقول انا؟ يا مستر. كنعان. النعام؟ لا كنعان. كنعان نوع من انواع العنب. نعم. مرادف البلح. تمام يا مستر. مرادف البلح. تمر. تمر او رطب. برافو عليكي الاثنين صح. هات العدد في جمله باللغه العربيه. عايز عدد من دول تحطه لي من جمله العربيه. العشره الاثنين اي واحد اختاريه. اثنين. اكلت تمرتان. اكلت ثمرتان اثنتان او ثمرتان ونقف. صح. برافو عليك. من هو وماذا تعرف عنه؟ ابن سينا هو عالم في العلوم. برافو عليك. شد فعل نوعه ايه؟ مجرد ولا مزيد؟ اي ثلاثي مضاعف. وايه ومجرد؟ مجرد ثلاثي مضاعف. برافو عليك. ما مضادها؟ الاثنين شبه بعض يبقى عكسها ايه؟ مختلفين. مختلفة صح. مضادها دي فارغة يبقى مضادها ممتلئة. ممتلئة. برافو عليك. له بريق. معنى بريق؟ لمعان. برافو عليك. ما مرادفها؟ حصى. نعم حصى. حصى. برافو عليك. او احجار. احجار او احصى او حصى. صح. برافو عليك. خرج اجعله سداسي. خرج استخرج. برافو. ضعيها في جملة. كلمة الصاع او صاع. نشيل الالف واللام. صاع. صاع. نعم. اشتريت صاع ارز. او انت قلتي ارز او من أرز. زي أو. يبقى أرز أو من أرز. أو من أرز. برافو عليك. يبقى أرزن أو أرزن أو من أرز. صح. برافو عليك. ما ننساش الحاجات دي. آخر واحد. نجع فعل نوعه إيه؟ ثلاثي مجرد. برافو عليكي. برافو عليكي. يلا ناخد اللعبة اللي وراها. عجبتك اللعبة دي طبعا أكيد. يا مستر حلو قوي. طب يلا نشوف آخر لعبة عندنا. برضو إحنا جايبين حاجات من الدروس القديمة فنركز. أنا ما بسيبش درس بنراجع كله كنوز في كنوز. يلا هو الراجل بيقول لي هنجيب الكلمات دي. يلا هناخد من هنا نحط في الكنوز دي إيه؟ لما الأخلاق اللي هي الصدق والتواضع والأمانة، هل هي العمل ولا الأديان ولا الكنز الخلق ولا كنز بر الوالدين ولا إيه؟ الخلق. الخلق. برافو عليك. برافو عليك. يلا اللي وراها. بلا دين أنت ميت. بلا دين. كنز إيه ده؟ الأديان. الأديان. برافو. فعلا إحنا من غير الدين ميتين صح ولا لأ؟ أيوة يا مستر. برافو عليك. الكنز الثاني. عندنا كنز ثالث. أساس الأوطان. الفلاح كنز عظيم. برافو عليكي. برافو عليكي. في كنوز تانية؟ لسه عندنا كنوز تانية. يرفع الأوطان. العمل. فريق العمل ولازم يكون في فرق. صح. برافو عليكي. فاضل لنا اتنين. أنا بار. بر الوالدين الابن البار. بالظبط. برضو ده كنز. الابن البار ده كنز من كنوز. فاضل ده العلم. يبقى احنا هنا قلنا حاجات كتيره جدا كنوز. ايه هي بقى؟ قولهم لي تاني كده. العلم وبر الوالدين والعمل والخلق. نعم.
والفلاح. نعم. ايه تاني؟ اقول انا ولا والعلم. ايه؟ والعلم صح، والامانه والخلق، حاجات كتيره جدا جدا. شكرا، متشكر ليكي جدا، ارجو ان انت تكوني استفدتي. بس انا عايز منك النهارده هتعملي لي مصطفى مشرفه فيديو برضو بصوتك انت، عايز فيديو بصوتك انت يا سميه زي اللي عملتيه قبل كده، ماشي؟ عن العالم؟ عن العالم مصطفى مشرفه، هتكتبي عنوانه عالم من ذهب، هتتكلميني بقى عن نشأته، عن اللي انت شفتي ازاي هو بالصدفه سافر يعني المعلومات دي قوليها، تمام ولا لا؟ تمام يا مستر. وهو وضح ازاي استخدم الذهب في العلاج النانو تكنولوجي، فانت برضو هتتكلمينا عنها وتوصفي ايه هو النانو تكنولوجي ده وازاي نقدر نستخدمه حاليا في العصور الحديثه، وافادنا في ايه كتير غير السرطان وغيره، تمام؟ وهتختمي انت نفسك تبقي تبحثي في ايه؟ يعني يا ريت في النهايه كده تقول لنا انت تبحثي في ايه؟ وهل هو يعتبر من ضمن الكنوز العربيه والاختراعات العربيه العظيمه في الحضاره العربيه القديمه ولا لا؟ يعني مصطفى السيد ده لو موجود ايام الحضاره العربيه ايام ابن سينا وكده، هل هيبقى من القامات ولا لا؟ لازم تذكري الكلام ده، فاهماني؟ يا مستر متشكر ليكي جدا. يعني اقول هو كان هيبقى مشهور او لا ازاي يعني لو هو وهل هو موضي؟ كان هينفع العالم ساعتها ولا لا؟ يعني تخيلي ان هو عايش في العصر بتاع الحضاره القديمه دوت، الحضاره الاسلاميه القديمه، هل هو كان هيبقى زي ابن سينا وياخد نفس القيمه بتاعت ابن سينا وابن الهيثم والبيروني والناس دي ولا لا؟ فاهماني اقصد ايه؟ طبعا. طيب شكرا، متشكر جدا جدا ليكي. يا ريت بقى وانت بتكتبي او وانت بتتكلمي في الحاجات دي تذكري حاجه فيها تمييز، جمله فيها تمييز كويس جدا، تذكري جمله فيها كامل خبريه وكامل استفهاميه، تذكري الافعال المجرده والمزيده، يعني الحاجات دي طبقيها في الفوناتكس والصوتيات بتاعتك اللي هتقوليها في الفيديو. شكرا. تمام. متشكر جدا لحضرتك يا مستر. انا متشكر واركو ان انت تكوني استفدتي. شكرا. هنلتقي بقى ان شاء الله بعد العيد، تمام؟ بعد العيد يا سميه ان شاء الله. لا بعد العيد ايه، لا اسف، بعد اول اسبوع من رمضان، بعد اول اسبوع من رمضان هنكمل بقيه منهج الترم الثاني. شكرا. شكرا جدا لحضرتك. ميرسي، شكرا، سلام عليكم.